إلى مجمع الأحزاب ستذهب حكومة مقترحة خالية من الأحزاب. قد يبدو ضربا من التناقض أن تقول للأحزاب أنك لا تثق في قدرتها على إدارة الحكم ثم تذهب إليها لتمنحك الثقة، بيد أن هذا التوجه وفق ما يعتقد نواب في البرلمان لم يكن في الأصل توجه رئيس الحكومة المكلف بالرغم من إعلانه ذلك علانية. أصحاب هذا الرأي يعتقدون أن القطيعة مع الأحزاب هي في الأصل موقف الرئيس لا موقف المكلف بتشكيل الحكومة. ليست حكومة المشيشي بل هي حكومة الرئيس، هي حكومة سيد قيس سعيد. ثانيا مضطرين للتصويت لها للحفاظ على أولا ديمومة البرلمان لأن الدستور غامض في الصدد هذا، وثانيا للحفاظ على التجربة الديمقراطية وخاصة لإنهاء الفترة الانتقالية هذه متاع حكومة تصريف الأعمال التي تقوم بتصرفات صبيانية. حكومة اضطرار إذن لا حكومة اقتناع، تملأ فراغا تأباه طبيعة الدولة وتمنح كتلا برلمانية وأحزابا حيزا من الوقت وهامشا لإعادة ترتيب صفوف برلمان لا ترى أغلبية نوابه الآن على الأقل بصواب حله وبوجاهة إعادة الانتخابات. ذات الرأي تتبناه كتل أخرى ترى في حكومة المشيشي جسرا للتموقع في منظومة حكم انفضت من حولها الأحزاب الكبيرة وإن أيدتها شكليا. حزب التيار الديمقراطي بدوره لا يؤيد الحكومة ولن يصوت لها. قررنا رفض التمشي الذي قام بتغييب الأحزاب الذين يمثلون عماد الانتقال الديمقراطي وعماد المنظومة الديمقراطية، وقررنا عدم منح الثقة إلى هذه الحكومة. قد لا تكمن المشكلة في نيل حكومة المشيشي الثقة بل في قدرتها على الاستمرار، خاصة وأنها قامت في الأصل على القطيعة مع الأحزاب، أحزاب ستتراوح مواقفها بين موالاة معارضة ومعارضة موالية. قد يبدو لافتا أمر حكومة لا يثق رئيسها في الأحزاب بينما يأتيهم هنا طلبا لنيل ثقتهم، أمر وإن وصف بالتناقض فإنه لا يفسر إلا بالفرق الجوهري بين أن تنال الحكومة ثقة البرلمان أو أن يمررها البرلمان بالحد الأدنى من الأصوات. هو بعينه الفرق بين الثقة والاضطرار. خليك العيد العربي